حياة النبي بترك. يلا يلا. عامل ايه؟ عندي واحد صاحبي كل ما العب معاه كول اوف ديوتي او اي لعبه شوتر يقعد بقى لما يموت يقعد يقول ازاي ازاي، طبعا يعني بصوت عالي بقى، وكسر كيبوردين قبل كده وثلاث شاشات وليه حوادث. يعني صديقي ده انا بقنعه دايما انت مش مشكلتك البينج. انا عارف ان هو دايما لما بيجي يلعب بيفضل يخلص مثلا ماجازين كامله من السلاح بتاعه على الشخص اللي قدامه وفي الاخر برده ما بيموتش. طيب ده ليه؟ ده الاسباب كتير جدا انا بقنعه بيها، هو ما اقتنعش غير لما جرب السيت اب اللي ورايا ده. لما جرب بقى الست اللي ورايا ده اقتنع ان هو مشكلته مش في البينج. وانا عارف تماما ان في ناس كتير جدا عندها نفس المشكله دي ومش عارفين ليه. انت بتبقى بتلعب اي لعبه شوتر بتضرب في المكان بالظبط، بتضرب في راسه مثلا، المفروض تيجي هيد شوت، لا ما تجيش هيد شوت، تمس اصلا. ليه؟ ده علشان البينج، بس مش البينج بتاع النت، البينج بتاع جهازك انت. ده بينج لا بيتحل بريستارت راوتر ولا بيتحل بتغيير كابلات ولا بيتحل باي حاجه غير اللي هقول لك عليها النهارده. فمن الاول كده عايزين نعرف ايه اللي ممكن ياثر على تجربه لعبك كاي سبورت بلاير محترف والمفروض ان انت تحسنه ازاي. بص خلينا نتفق في الاول كده انا وانت ان هو مسموش بينج، ان هو اسمه انبوت لاج، وممكن نقول عليه اكتر مش انبوت لاج بس، هو ممكن نقول سيستم ديلي. من الاخر كده هو الفرق ما بين ما بتضغط كليك على الماوس وبتشوفها بعينيك على الشاشه. الفرق ده بقى انت ممكن ما تاخدش بالك منه، بس هو في فرق، وفي فرق ملي ثانيه، ممكن ساعات يوصل ل 100 ملي ثانيه زياده. فانت لو البينج بتاعك 100 انت ضفت عليه 100 كمان، يعني انت البينج بتاعك بتلعب ببينج 200، ممكن ساعات بيوصل ل 150 و200 في بعض الحالات، يعني انت بتلعب ببينج 300 مثلا. ماشي بتشوف اي بلاير قدامك اول ما بتضرب عليه بتنش انت شايفه متاخر حوالي نص ثانيه، النص ثانيه دي حرفيا بتفرق. ولو انت اي سبورتس بلاير او شخص بيلعب شوتر عارف قد ايه الملي ثانيه الواحده بتفرق. فالحلقه النهارده لكل الناس اللي بتلعب شوتر او كل الناس اللي بتلعب العاب تنافسيه وفارق معاها جدا اي ملي ثانيه. مبدئيا كده انا مش هتكلم عن النتورك ديلي او البينج اللي هو الفرق ما بين جهازك والسيرفر، انا هتكلم ما بين الفرق بين جهازك وجهازك، معدل التاخير ما بين ايديك وعينيك. ده فرق انت مش واخد بالك منه، هو فعلا كبير وبيعمل فرق كبير. اول حاجه انت اول ما بتدوس على الماوس، الماوس بيبعت اشاره للسي بي يو، دي بيبقى فيها معدل تاخير. السي بي يو بيدي اوردر للجي بي يو ان هو يعمل الفريم المعين او الامر المعين ده، ده برضو بمعدل تاخير، ده تاني معدل تاخير اهو. السي بي يو بيبقى اسرع من الجي بي يو، فبالتالي الفريمات بتتراكم وبتقف في طابور او كيو اسمه الريندر كيو، فبالتالي بيبقى فيه معدل تاخير اطارات، وده يمكن اكبر مشكله هنا. بعد كده الفريمات بتخلص من الريندر كيو ده بتروح للجي بي يو علشان يرسمها، وده برضو معدل تاخير. الجي بي يو يخلص يبعتها للشاشة علشان تترسم، برضو في هنا معدل تأخير. شايف كل العملية الكبيرة دي؟ هنا بيحصل معدل تأخير كبير قوي وبيسموه السيستم ليتنسي. السيستم ليتنسي ده مشكلته ان انت ما بتبقاش واخد بالك منه او مش مقتنع ان هو موجود، هو بيأثر على تجربة لعبك وانت مش واخد بالك منه. طيب المشكلة بقى في الخريطة اللي انا شرحتها دي ايه؟ المشكلة هنا متكونة من كذا جزء، بس انا هتكلم على جزء الريندر كيو او طابور الرسم من الاخر كده. المفروض اللي بيستقبل الاوردر من الماوس بتاعك او الكيبورد بتاعك هو البروسيسور، بيبعته لمين؟ بيبعته للجي بي يو علشان يرسمه. الفكره ان لما بيبقى السي بي يو اسرع بكتير من الجي بي يو الفريمات بتتاخر، ما بتترسمش في ساعتها، فبالتالي الجي بي يو بيبقى شغال على فريم بيعرضه لك على الشاشه وانت اديت اوردر المفروض يظهر في فريم متاخر لسه ما خدش دوره في الرسم، فبالتالي انت محتاج تحل المشكله هنا. ما تقوليش طبعا تشيلي رندر كيو خلاص، انت عملت زي واحد حب يحل مشكله الطابور في البنك قفل البنك. ما انت يعني انت كده حليت مشكله الطابور، ما بقاش في طابور بس ما بقاش في بنك، ما ينفعش تشيل رندر كيو. الفكره ان انت بقى تسرع رندر كيو ده صح. الناس بتسرع الريندر كيو ده ازاي؟ انها بتعمل فريم ليميتر. يعني ايه فريم ليميتر؟ ان هو بيعمل ليميت على السي بي يو ان هو ما يديش اوردر بفريمات اعلى من الجي بي يو يقدر يرسمها، فبالتالي ما بيبقاش فيه ريندر كيو، اي فريم بيدخل للريندر كيو ده بيطلع منه على طول الجي بي يو وبيترسم في ساعتها، فبالتالي معدل التاخير بيكون اقل حاجه. بس ده مش حل، ان انت تخلي فيه ليميت معين للفريمات بتاعتك دي مش حاجه كويسه. يعني انت مثلا جايب شاشه 144 وجايب كارت شاشه مثلا 3070 وبتلعب على اعدادات المفروض انها كويسه، وبعد كده في الاخر بعد كل ده تروح عامل مثلا فريم ليميت على 80 ولا على 90، ما ساعتها هيبقى اللي بيلعب على 144 احسن بكتير، فانت بالتالي خسرت الهاردوير بتاعك ده. ففكره ان انت تعمل فريم ليميت ثابت
دي مش حاجه كويسه. طيب تعمل ايه؟ بص انت مش المفروض تعمل اي حاجه لانها مش مشكلتك انت ولا قصتك خالص، انت مش السبب، فبالتالي مش انت المفروض تحل المشكله، المفروض الشركات هي اللي تحل المشكله دي. الشركات اللي بتقدر تتحكم في طريقه معالجه البيانات والفريمات هم اللي يحلوا المشكله. علشان كده شركات كروت الشاشه زي انفيديا واي ام دي عملوا التقنيات ان هم ممكن يقللوا الليتنسي بتاع الشاشات بتاعتهم والجي بي يو. ما كناش عارفين نجرب حاجه زي كده لحد ما جربنا ال ام اس اي الان اكس جي 253 ار. الشاشه دي المفروض انها بتدعم الانفيديا ريفلكس. المفروض الانفيديا ريفلكس ده يعني تقنيه انها تقلل الريندر كيو. دلوقتي بالانفيديا ريفلكس انت هدوس على الماوس، السي بي يو ياخد الاوردر يبعته للريندر كيو، الريندر كيو هيبقى فاضي. هو المفروض ان دي التقنيه اللي بتخلي الريندر كيو فاضي دايما، تبعته للجي بي يو على طول. فبالتالي الجي بي يو هو هنا المتحكم، بيقول للسي بي يو امتى يبعت له فريمات وامتى لا، علشان يقدر يواكب التطور او التغييرات بتاعه الفريمات نفسها. فبالتالي ما بقاش فيه اي ديلي، او بمعنى تاني يعني نكون قللنا الديلي قوي. طب انت ازاي اصلا المفروض تجرب حاجه زي دي؟ كان زمان علشان تجرب حاجه زي كده محتاج تجيب كاميرا سلو موشن ب $5,000 تقريبا. يعني المفروض ان الكاميرا دي بتلقط فريمات سريعه جدا بحيث انها تلقط كل حاجه ملي ثانيه بملي ثانيه، تمام؟ تمام. واضاءه كويسه جدا علشان تعرف تشوف. وبعد كده تجيب هاردوير توصله بالماوس، وبعد كده تجيب الكاميرا دي تصور بيها الشاشه. المفروض عمليه كده هتكلفك حوالي $7,000 علشان تقدر تقيس اللاج او الليتنسي ما بين ايديك وما بين عينيك. طب هل الكلام ده مهم بجد؟ طبعا انت كسلت وانا كسلت وكل الناس قبل كده كانت بتكسل وكانوا بيمشوها بالبركه كده اللي هو عادي. يعني انت عمرك قبل كده فكرت ان انت في كام؟ الحوار صعب، فما كانش حد بيدي المجهود ان هو يحاول يحسنه، لان انت عشان تحسنه محتاج الاول تقيس الديلي بتاعك قد ايه علشان تفضل بقى تشوف المشكله فين، في الماوس ولا في اي حاجه في جهازك. طب هل هو يستحق كل هذا العناء؟ هقول لك اهو، انا هجيب لك مش كلامي، هجيب لك كلام برو بلاير ناثينج اللي كان بيلعب سي اس كو وبعد كده دلوقتي بيلعب فالورنت. المفروض ان الالعاب دي العاب شوتر والعاب بتعتمد جدا على الليتنسي. جرب بنفسه شاشات كتير بليتنسي مختلف، جرب بال 60 هرتز من غير الريفلكس، كان الانبوت ديلي واللاج عموما عالي جدا. خد بالك ان دي ناس بتلعب على بينج رهيب، وبرده بالبينج الرهيب ده لما داس على الزرار بالماوس الشاشه كانت جايبه المؤشر بتاع المسدس على الشخصيه، بس في نفس الوقت برضو اللعبه ما عملتش ريجستر للهيت دي، الطلقه ما جاتش في الكاركتر اللي قدامه والكاركتر ما ماتتش، وبالتالي هو عمل مس. ليه؟ لان الشاشه كانت بتعرض فريم قديم، كان في لاج، الشاشه بتعرض فريم حصل من كذا جزء من الثانيه حوالي 60 او 70، وده طبعا رقم كبير جدا. هو لما ضرب ضرب على الهيد شوت، خصوصا ان الكاركتر ده بيتحرك بسرعه. خد بالك ان الديلي ده مش هيفرق معاك لو الكاركتر بتاعتك قريبه، لو انت مثلا بتلعب من مسافات قريبه الجسم بتاع الكاركتر قدامك هيبقى كبير، فبالتالي لو في تاخير هيترحل سنه، بس لو الكاركتر بعيده فجسمه صغير زي اللي حاصل دلوقتي انت مش هتعرف تضربه غير لما يكون اللاج بتاعك قليل جدا. لما جرب بقى شاشه 360 هرتز على ريفلكس يعرف يجيب الهيد شوت. انا بتكلم على برو بلاير بيلعب بطولات، يعني ده شخص المفروض ان هو سرعه استجابه ايده وعينيه سريعه جدا، ده شخص المفروض ان هو بايت في اللعبه، ما بالك بقى بالناس العاديه اللي بتلعب اللعبه دي والمفروض انها تعمل نفس الاداء ده بالظبط. وده حد برضو البينج بتاع الانترنت بتاعه او النتورك بتاعته المفروض ان هو قليل، بس برضو عنده المشكله بتاعه اللاج. حلها ازاي؟ حلها ب 360 هرتز وحلها بالانفيديا ريفلكس. طب هل انت محتاج كارت شاشه عالي جدا علشان تشغل الريفلكس؟ الاجابه لا، انت ممكن تشغل الريفلكس بكروت متوسطه. هسيب لك الليست كامله تحت في الديسكربشن، في منها بالمناسبه كارت 1660 تي اي، يعني مش المفروض ان انت يبقى معاك كارت
30 80 ولا 30 90، لان التقنيه دي شغاله بسوفت وير ابديت مش بالهاردوير بتاع كارت الشاشه نفسه. طب ده شيء كويس. انا المفروض بقى دلوقتي احسب اللاج بتاعي او الليتنسي بتاعتي بتاعت السيستم ازاي؟ هقول لك في شاشات، منهم الشاشه ال NXG253R بتاعت MSI اللي موجوده معانا النهارده دي، بتدعم الانفيديا ريفلكس انالايزر. يعني ايه؟ يعني الشاشه نفسها ممكن تقيس اللاج ده من غير ما تشتري ريج وكاميرا وحاجات ب $7000. هي الشاشه نفسها منها فيها كده بتقدر تقيس ده. بتوصل الماوس بالشاشه، بتوصل الشاشه بالكمبيوتر، وبتفعل الانالايزر ده من الشاشه نفسها. والشاشه نفسها كمواصفات رابيد اي بي اس علشان هي 360 هرتز وبتدعم الجي سينك الهاردوير، فبالتالي هي كهاردوير قادره انها تعمل ده. تدوس على الماوس يظهر لك فوق على الشمال كده المعدل التاخير قد ايه انت اول ما ضغطت على الماوس ظهر على الشاشه امتى. المفروض ان انت بتعمل ده ان انت في مربع كده بتحطه على الشاشه بتظبط اتجاهه بالظبط على المسدس بتاعك علشان يديتكت ان انت المسدس ده هيطلع النار امتى، وبيحسب الماوس دخله الاوردر امتى، فبالتالي بيقدر يحسب الفرق ده، فبالتالي انت بتشوف الليتنسي بتاعتك. الليتنسي بتاعتك ممكن توصل ل 10 لو عملت حاجه زي كده من غير انفيديا ريفلكس، توصل الارقام ساعات الارقام كبيره جدا. وطبعا لازم تجيب ماوس احترافي اللي هو ب1 ملي ثانيه، ما ينفعش تجيب ماوس ب 20 ولا 30 ملي ثانيه وتجيب بقى الشاشه 360 هرتز، انت كده ما عملتش اي حاجه. عموما يعني الفكره في السيت اب ده في حاجتين زي ما قلت لك، الشاشه وكارت الشاشه. كارت الشاشه مش محتاج ان انت تجيب حاجات يعني متطوره، ممكن كارت شاشه ميد رينج عادي جدا. الشاشه برضو يعني انا حسيت الفرق بتاع 360 دلوقتي بالانبوت لاج ده. فضلك بقى شويه حاجات يعني بنسميها البهارات. الاي سبورتس بلايرز المشاهير بيحبوا مثلا تكون الشاشه بتاعتهم بتطلع وتنزل، بتلف يمين وشمال، بتقدر تعملها تلت، الحاجات اللي انت بتقدر تظبط بيها قعدتك. بيحبوا برضو الشاشه بتاعتهم تبقى البرايتنس بتاعها عالي، يبقى فيها جي سينك. دي حاجات من الحاجات المهمه جدا ان انت تختارها في اي سيت اب شاشات انت عايز تعمله لو عايز تلعب اي سبورتس شوتر بس. واتمنى بقى صاحبي يشوف الفيديو ده علشان ما يقعدش يقول ازاي، ويبتدي بقى يحدث في الرج بتاعته، يبتدي يجيب شاشه بريفرش ريت اعلى، يبتدي يجيب كارت شاشه في الانفيديا ريفلكس. هو غالبا عنده الكارت ده بس هو مش مشغله او مش واخد باله ان التقنيه دي اصلا موجوده. انت كمان لو مش واخد بالك ان التقنيه دي موجوده شغلها، واشوفك في اللعبه. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. سلام.